يعني حضرتك من الناس اللي شافت في فارق كبير، وبعد المونديال الواحد نفسه شوية بتقفل فكرة ان انت تعود مرة تانية لبعض النماذج اللي لسه فيها فارق كبير عن اللعبة الدولية او الكرة الدولية، يعني بتتبنى الفكر ده. طبعا اولا انه المونديال اصلا كاس العالم ده حدث يعني بيحصل كل 4 سنين، الناس كلها بتستعد ليه. النهارده مصر بنجهز لكاس عالم 2026، المفروض يعني بنجهز لكاس عالم 2026، العالم كله نفس الكلام. دي حاجه. الحاجه زي اللاعب مثلا لما بيجهز الاولمبياد، هو الناس طبعا بتجهز اولمبياد باريس حدث من دلوقتي استثنائي. 2024، هو حدث استثنائي، حدث كبير زي صحيح مهرجان سينما يعني. ده جزء او شق. الشق الثاني ان الكره في اوروبا والكره في العالم متقدمه عننا، احنا بعاد جدا، بعاد جدا لاسباب كتيره. ان احنا ما عندناش قطاعات ناشئين كويسه، ان احنا ما بنكتشفش المواهب، ان احنا كل قصص النجاح اللي عندنا اللي بتطلع اوروبا هي قصص فرديه مش مبنيه على اسس او مبنيه مش على فكر البحث ممنهج عن يعني. موهبه، مش فكر ممنهج، هو فكر عشوائي بحت. ومحمد صلاح يعني لو ربنا ما كانش يعني قدر ليه ويسر له الامور وقفله ولاد الحلال يعني، طبعا ما كانش الامور هتكمل مع محمد صلاح، ولكن صحيح. هو ربنا بيحبه ان هو يسر له الامور طب والامور ليه مشيت ده معاه. حاصل؟ يعني زمان ما كانش فيه غير الكشافين بشكلهم المتواضع البسيط الكلاسيكي لدور الكشافين، ومع ذلك كانوا بيعرفوا يطلعوا من قرى ونجوع وحواري وكل حته في مصر بيطلعوا مهارات استثنائيه. صحيح دلوقتي احنا عندنا كشافين وعندنا وكلاء اعمال وعندنا اكاديميات وعندنا قطاعات ناشئين في انديه مختلفه، صحيح. ومع ذلك حضرتك بتقول اللي انت بتقوله ده، ليه؟ ما هو ليه ده لانه حاصل؟ الكوره زمان كانت حاجه مش بتكسب قوي زي دلوقتي. فكان الكشاف لما بينزل يجيب لعيب مثلا يوديه نادي كبير، هو بالنسبة له هو كان بيحب النادي ده، هو بيحب ان هو يدور على لعيبة. دلوقتي لا، الوكلاء دلوقتي هم اللي مسيطرين على سوق الكورة في مصر، لانه الوكلاء في النهاية هو عايز يكسب. طبعا ان كان بقى طبعا اللاعب ده هيروح فين، اللاعب ده هينتقل من نادي ايه لنادي ايه، ففي النهايه هو الوكيل بيحاول ان هو يكسب، بيحاول ان هو يطلع باكبر المكاسب الممكنه. بعض الوكلاء بيسيطر على انتخابات انديه، بيسيطر على انتخابات اتحادات. فللاسف قصه الوكلاء لما دخلت بوظت الامور. النقطه الثانيه بس دي وهي موجودة في انه العالم كله، اشمعنى عندنا بس باظت؟ لا، لانه احنا كمان عندنا اللي ماسكين كره القدم في مصر للاسف الاتحادات، اتحاد الكره، هم مش متخصصين. يعني تلاقي اسامي مش همها الكوره، هي همها شخصيه يعني، يعني من الاخر وجاهه، هو مبسوط بالمنصب بس ما فيش اي خطه. يعني تقدر تقول لي ايه خطه الكره المصريه لغايه 2026؟ هو المفروض خطتنا ايه دلوقتي اللي لكاس احنا العالم؟ فهمناه من خلال الفترة الأخيرة وتطوير المنظومة في منظومة كرة القدم في مصر، إن فكرة أنت عايز تحسن التحكيم فأنت جبت مايكل كلايتنبرج، إن أنت عايز تعيد صياغة الجدول بتاع الدوري وغيره الجدول بتاعنا، فأنت المفروض بتشتغل على ده دلوقتي، ما اتحلتش بس يعني إن شاء الله ابتديت إن أنت تعمل صفقات جديدة وتسهل على الناس، وبقى في دلوقتي مفروض بادجت معين بيتم صرفه، ابتديت تنقي المدير الفني وتحط له تعاقد يعني آمن إن هو يفضل موجود لغاية لما تنتهي الفترة بتاعته. دي الحاجات او القرارات اللي احنا شفناها، هل ده كويس؟ كافي اصلا ولا ده هيعمل اي فارق؟ لا طبعا غير كافي، غير كافي. لانه النهارده انا علشان اعمل اطلع لعيبه يقدروا يلعبوا على مستوى دولي كبير، من الواحد لازم اهتم بقطاعات الناشئين. اكيد. هل قطاعات الناشئين النهارده عندي قويه؟ اخر منتخب ناشئين او شباب انت فاكره عمل حاجه قول لي كده اسم لعيب منه، هتلاقي نفسك مش فاكر. اسال الناس كلها دلوقتي، افتح تليفونات كده اسال في اخر ده في منتخب العموم شباب خايف اقول لك ايام جيل مفيش. احمد حسن لما كان مش لا عايز اقول لك الرد ده. هو حرفيا اخر منتخب شباب لينا كويس كان منتخب اللي كان فيه محمد صلاح واحمد حجازي والنني، لما راحوا خرجوا من دور 16 في كاس العالم في كولومبيا 2011، واتاسس على المنتخب ده مع الجيل بتاع 2009 اللي يعني فشل. انت شايف ان انصلاح الحال في منظومه كره القدم المصريه محتاج شيء من القرارات الثوريه اللي ينتج عنها تغيير جذري للامور اللي بص تحتاج تغيير؟ خلينا يا استاذ كريم نحطهم في نقط. نمره واحد، لازم تهتم بقطاعات الناشئين، تمام. نمره اثنين، لازم يكون في كشافين وبحث عن مواهب، والموضوع ما يبقاش اكاديميات وفلوس بس. النهارده اللي معاه فلوس بس هو اللي بيلعب كوره، انما انت عندك شباب تقدر ان انت تكتشفهم وتقدر ان انت تشتغل عليهم، بس في جزئيه الفلوس دي هتبقى عائق كبير جدا، لانه الموضوع دلوقتي كله اكاديميات. حتى اتحاد الكوره بدا يمشي في سكه الاكاديميات. النقطه الثالثه وهي بس ان انت الاكاديميات دي لسن معين، الاكاديميات دي مكمله لغايه لما يبقى اللاعب 18 لما سنه. يتاسس هيتاسس فين؟ ما هو كان بيبدا زمان كان اكاديميه وبعد كده قطاع ناشئين، المفروض الطبيعي كويس. لو حد مش مقتدر، لو حد من كره، لو حد من نجوع، نص لعيبه مصر كانوا من كره ومن نجوع، تم اكتشافهم من هناك. فالنهارده انا عشان اكتشف المواهب اللي من كره ومن نجوع من الشوارع،
ما بقاش في كوره في الشوارع دلوقتي. فانا عشان اكتشف اللعيبه دي لازم اوفر لهم اماكن. عندي مراكز شويه كتير جدا. اول ما قلت ظاهره الماتشات الكوره اللي في الشوارع واللي تحت الكباري الحال ما بقاش. هات لي لعيب حريف دلوقتي، ما فيش. الدنيا قلت. النقطه الثانيه، وانه عشان اطلع اللعيبه النهارده عندي تلعب بره في اوروبا، انا لازم اجبر الانديه بصيغه ما ان هي توافق على عروض الاحتراف للاعبين. انا عندي لعيبه النهارده تطلع تلعب في اوروبا في اماكن كويسه جدا وياخدوا السلم من اوله زي محمد صلاح. عشان اقدر اطلع اللعيبه دول هطلعهم ازاي؟ لازم اجبر الانديه بشكل ما. هل ينفع ان انا اروح كاتحاد كوره ولا كوزاره اجبر النادي اقول له لا لازم تسيبه يطلع اوروبا يتوافق على العرض ده؟ مش هعرف اعمل ده. بس ممكن بصيغه تانية ان انا اعمل لائحه لعب مالي نظيف زي اللي اتعملت في اوروبا، انه انت عندك مصاريفك لازم ان هي تغطي ايراداتك، لازم تغطي مصاريفك. وتفصل شركات الكوره زي ما الاهلي خد النهج ده وبدا ان هو يشتغل على شركه الكوره. فالنهارده لما يكون عندك شركات كوره ليها مصروفات وليها ايرادات، عندك حد اقصى للصرف، فوقتها الانديه لما يجي لها عروض احتراف اللاعبين هتبدا تطلعهم وتبدا تجيب من تحت، تقدر تطلع من الشباب والناشئين. انا ممكن اجبر الانديه في وقت من الاوقات خلال المواسم ان هم يشركوا مثلا 9 لاعبين واثنين لاعيبه يبقوا تحت السن مثلا، وانه مثلا القايمه كتمهيد لتصعيدهم بعد كده بالظبط. القايمه 30 لعيب احط مثلا لازم 5 منهم يبقوا تحت السن مثلا. ولكن في النهايه هي كلها افكار ومقترحات، لازم انت تحط خطه ايا كان ايه هي الخطه، بس قول لي خطه. عرفني انت رايح فين. احنا في 26 هنبقى فين؟ مين الجيل اللي صاعد النهارده جديد؟ لعيبه صغيره ما يعني. انت النهارده كارلوس كيروش اكتشف لعيبه طلعهم للمنتخب زي عبد المنعم، زي عمر كمال عبد الواحد، زي حسين فيصل، زي صحيح. جاب لعيبه كبيره جدا واكتشفهم وعاد اكتشفهم، بس ده عشان عين مدرب بس. انما انت عندك المنظومه كلها فيها خلل وفيها مشاكل كبيره جدا. فلازم انت النهارده تحط حلول جذريه لكل حاجه وتشتغل عليها، وتقول ان انا مثلا 2026 هيكون عندي الشكل ده والنهج ده في الكوره، هنقدر نوصل لمراحل بعيده ومراحل نقدر ان احنا ننافس مع فرقه كبيره جدا. النهارده المغرب عندها اتحاد كوره قوي جدا، جماعه الملكيه المغربيه قدرت ان هي تحافظ على حقوق انديتها وقدرت تحافظ على حقوق المنتخب. النهارده عندهم قاعده من اللعيبه مهمين جدا، هم واخدين دوري ابطال وكونفدراليه، وعندهم لعيبه بتلعب في اوروبا في باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي، انجي الفرنسي بيلعب فيه بوفالو، بيلعب فيه الاوناحي واحد من افضل لعيبه البطوله اللي انريكي اعجب بيه، سفيان مرابط بيلعب في فيورنتينا، رومان سايس كان بيلعب في ولفرهامبتون راح بشكتاش بالظبط، مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، حارس المرمى ياسين بونو بيلعب في اشبيليه، والنهارده بايرن ميونخ بيتكلم عليه بعد اصابه نوير. فانت بتتكلم في لعيبه بيلعبوا في التوب ليفل في اوروبا. انا عندي كام لاعب في التوب ليفل في اوروبا عشان اقدر انافس الفرقه دي؟